قال يوحنا الرسول: في الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، ورأى يسوع مارا فحدق إليه وقال: ها هو حمل الله. وسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع. والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تطلبان؟ قالا له: ربي أي معلم أين تقيم؟ قال لهما: تعاليا وانظرا. فذهبا ونظرا أين يقيم، وأقاما عنده ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا وتبعا يسوع، ولقي أولا أخاه سمعان فقال له: وجدنا مشيحا أي المسيح. وجاء به إلى يسوع فحدق يسوع إليه وقال: أنت هو سمعان بن يونا، أنت ستدعى كيفا أي بطرس الصخرة، حقا والأمان على جميعكم. لما كنا حبين إن شاء الله الدرس مقبول. الأسبوع الخامس من زمن القيامة الكنيسة بتدعينا وما زلنا عم نتأمل بحدث قيامة الرب يسوع ومروره بعالمنا واختياره للجماعة الأولى أو للتلاميذ أو للرسل يلي اختارهم ليكونوا شهود له وينطلقوا من أورشليم إلى أقاصي الأرض. إذا جاز التعبير لهذا الإنجيل، إنجيل يوحنا الفصل 1 من الآية 35، فينا نعطي عنوان اختيار الشهود، اختيار الرسل. قراءتين يلي سمعناهن مهمين وحلوين نتوقف عندهم. مربورس لأهل فيليبي قد ما كان هو محمس لا يحمل هالبشارة والرسالة، وما كان هم وكل الصعوبات اللي تعرض لها والاضطهاد يلي تعرض له، ما كان عنده هم هالموضوع. كان موضوع واحد وهم واحد، انه يبشر بالمسيح ويحمل المسيح لكل هالجماعات اللي اسسها على البحر الابيض المتوسط، من قرنثوس لتسالونيكي لافسوس الى فيليبي الى اخره. اذا كل هالمناطق هالجماعات اللي اسسها كان همه انه يكون المسيح عم بينمى ويكبر في قلب هذه الجماعات. من هيك اليوم عم بيتوجه لفيليبي يقول لهم: كيف ما تبشر بالمسيح المهم يتبشر، الكان بالكيدية أو بالمحبة ما بهم، المهم أنه يكون المسيح عمال يمشي في قلب في قلوب الشعوب والجماعات يلي منتظر الخلاص. بإنجيل يوحنا مشهدين مهمين وحلوين كتير. مشهد الأول، يوحنا المعمدان بعده عم بيكمل دوره كمعد لطريق الرب، لذلك بيقول لنا بالإنجيل: وفي الغد أيضا كان واقف هو واثنين من التلاميذ، ما بيسميهم يوحنا، واقف هو وياهم، هذا هو حمل الله، بيدلهم على يسوع المسيح الحامل خطيئة العالم، هذا هو مخلص العالم. تلميذين بيتركوا يوحنا وبيمشوا وراء المسيح. ما في معلم بيقبل انه يكون في معلم افضل منه واحسن منه. يوحنا المعمدان كان همه انه هو ينقص ويطل المسيح ويظهر، لذلك كان عمال يمحي، كان عمال يختفي شوي وشوي. ولذلك هالتلميذان تركوه، ما سألهم لوين رايحين وكيف تتركوني، كان همه انه لحقوا المسيح، فاذا ما بقى في مشكله. مشوا ورا المسيح، المسيح سألهم: شو بدكن؟ وين ساكن؟ السكن مع المسيح كل هالنهار، هيدا هالخبرة الروحية اللي عملوها مع يسوع المسيح، سكنوا معه، حولتهم لشهود، ورجعوا أندراوس أخت خيو سمعان بطرس لعند المسيح، ويوحنا ابن زبدة كمان أخت خيو، وهيك تكونت، بلشت تتكون الجماعة. وكأن ولادة الكنيسة بالعهد الجديد عم بيخلص دور العهد القديم، يخلص يوحنا المعمدان وبيبلش انطلاق الكنيسة الجديدة مع يسوع المسيح المعلم والمربي والمخلص والفادي.
من هيك أحبائي شغلتين المهمين كتير بهالتلميذين والسر المعية العيش مع يسوع المسيح. مهم كتير أنه نتلمذ ليسوع المسيح، أنه نكون تلميذ ونحس اللي كان عمرنا 20 ولا 190 أنه نضل حاسين أنه نحن تلميذ يسوع المسيح. أن نتلمذ يعني أن نتعلم، وتنقبر نتعلم ونقبل ما يعلمه يسوع المسيح. بدي يكون مفرغ ذاتي أنا من أمور كثيرة، من أفكاري الشخصية، من مصالحي الشخصية، من منطقي اللي أنا عايشه، لألبس يسوع المسيح بمنطقه وبتفكيره وبتعليمه وبتوجيهه. ما بقدر كون أنا رايح صوب المسيح التلمزله وأنا متلين من أفكاري ومن مخططاتي ومن فكري أنا. بدي أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم. لبس المسيح لبسه بأعماله، بكلامه، بحياته، بنسأه، وأنا أتهيأ إلي أنه كون مضطهد كما اضطهد المسيح وصلب المسيح. نقطة تانية والمهمة حلوة، سؤال المسيح بيسأل شو بدكم؟ سؤال موجه لكلنا نحن اليوم، نحن اليوم شو بدنا؟ أنا ابن هالكنيسة، شو بدي؟ أنا ابن شعب الله، ابن يسوع المسيح بسر الأمير المقدس، شو مطلوب؟ شو مطلوبي؟ شو بدي؟ عن شو عم فتش؟ إذا عم فتش يبقى بهالدنيا بكون مغلط. عم فتش كيف بدي أوصل إلى الملكوت السماوي؟ خطاك الطريق ونحن نسير، فمتى الوصول إلى الملكوت؟ ما بنعرف. المهم هذا الاستعداد للوصول إلى الملكوت والتحضير له على هذه الأرض بمسيرتنا اليومية. تعال يا وانظرا، شافوا التلميذين وين كيف ساكن وشو بيعمل. ما زالت الكنيسة وما زال يسوع المسيح واقف على الباب أقرعه. من يفتح لنا ندخل إليه وعنده نقيم ومعه نتعشى، بيقول بسفر الرؤيا الفصل 3. فإذا المسيح واقف على باب قلوب كل واحد منا وعم بدأ. المهم ما سكر الباب، المهم ما نطنش، نسمع صوت الله. واليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، فتكون قلوبنا قلوب الرحمة والمحبة والفرح، ونترك المسيح يدخل ونعيش معه هذه المعية، سنعيش مع بعضنا البعض. والكنيسة ما زالت عم بتنادي اليوم، الكنيسة عبر المسؤولين والقيمين على إدارة كنيستنا وخدمتها، ما زالت عم بتنادي تعالوا وانظروا، تعوا تعرفوا على المسيح. هيدي الرسالة وهيدي الشهادة المدعوة الكنيسة كلها سوا بالمعمديها بالمسؤولين عنها، أن تكون عم بتشرع الأبواب من أجل دخول شعبنا وأبنائنا إلى كنيسة يسوع المسيح. بهاليوم المبارك نطلب من الرب أحبائي هالإنجيل يلي بيعلمنا أنه نحن نكون تلاميذ ونفتش عن يسوع المسيح المخلص والفادي من خلال الإصغاء لكلمة الله وتعاليمه. بأيام الصعوبات تكتر البدع، شو يهوى وغيرهم اللي عم بدقوا البواب، بدنا نكون واعيين ومنتبهين. أو عندنا مناعة من خلال كلمة الله اللي منتسلح فيها ونقدر نواجه ونحاور، أو نقطع الطريق على دخول ودقة الباب عنهم. نكون في حالة إصغاء لكلمة الله وتعاليمه، لكلام الكنيسة وتعاليمه. على مثال يوحنا المعمدان، نحن مدعوين إنه المسيح يطل من خلالنا على العالم، مش نحن اللي منطل، مش أنا فلان. الأبونا عم خبر عن حالي وعظمتي، عظمة المسيح اللي بدأ تطل من خلالي، كلام المسيح اللي بده يطلع من عندي، هيدا المسيح اللي بده يظهر لكل إنسان بيلتقى فيه. إن شاء الله الرب بيباركنا ويانا وإرادتنا الطيبة، وبيعطينا دعوات مقدسة بالكنيسة وخدام لهذه الكنيسة حتى يكونوا عمال يحملوا هذا المسيح إلى العالم، خصوص العالم العطشان إنه يسمع ويتعلم ويتلمذ على يد يسوع المسيح. آمين.